تتلانية بالكراميل تتفت تفتيت، هذه هي الوصفة اللي نقول لكم دوب في اليد قبل الفم. التتلانية الوصفة تاع اليوم اللي ماما تموت عليها واللي لازم نديرها لها كل عيد. اليوم راح درت لكم التتلانية بالكراميل، تبعوا معايا المقادير. هنا بالنسبة للمقادير عندي 200 غرام زبدة، عندي هنايا بالنسبة للسكر غلاس عندي 4 مغارف سكر غلاس مع 4 مغارف كبيرة تاع مايزينا، خلطتهم كيف كيف باش ما نكثرش بزاف المعان. عندي ملعقة، يعني ماشي ملعقة، كيس خميرة كيميائية، عندي 2 مغارف كبار كراميل، نص كاس زيت، 2 صفار بيضة، وهنا عندي الجلجلان محمص حوالي 2 مغارف كبار. الجلجلان درتلو تحميص حمص، يعني لازم تحمصوه، اذا ما تحمصوش ما يجيش الداخل الكو تاعو كامل باين. اول حاجة نخلط هذيك الزبدة تاعنا مع صفار البيض، قلنا 2 صفار بيض. المقادير راح تلقاهم مكتوبين في صندوق الوصف كيما العاده، واذا حابين نكتبهم لكم في الكومنتار نكتبهم لهم في التعليقات ما كاش مشكل. ما تنساوش تتفاعلوا مع الفيديو، واذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي تعليق لتحت وديروا نجاح مع الفيديو. هنا نخلط هذيك الزبده تاعنا مع صفار تاع البيض كيما راكم تشوفوا مليح، تولي قوام كريمي. ضفت هذيك الناس كاس زيت، ودرت معاهم هنايا المايزينا وال هذاك سكر كلاس، قلت لنا يعني نفس كمية تاع المايزينا نفس الكمية تاع السكر كلاس، ونضيف هذيك الكراميل. قلت لكم 2 مغارف كبار، تقدروا تستعملوا نفس الكراميل، اي كراميل متوفر عندكم. وضفت هذيك الجلجلان، واحد البنة على بالكم، بنينة بنينة بزاف بزاف الوصفة، ما شتو حشيشة. من بعد هنايا نضيف هذيك الفارينة نلمها، ونضيف هذيك الخميرة الكيميائية اللي قلنا كيس خميرة كيميائية. هنايا العجينة خلوها طرية، هاد الوصفة لازم نخلوها طرية تجيكم الداخل مقسومة أروع. هنا شوفوا القوام تاع العجينة بعد ما لميتو، هاوليك شوفوا هنايا العجينة تاع المخليتها شوية هكا طرية، ماشي يعني طرية طرية طرية. هنايا ندير بابي كويسون، بعد ندير هذاك الورق بلاستيكي من الفوق ونحللها هكذا باش ما تلصقش، لانه اذا حليتوها ديريكت فوق الاخر فوق طاولة العمل لانه راح تلصق لكم، لانه صح خليتها كطرية لانه هذا هو السر تاعها، وتجيكم من الداخل ومرقة وهشيشة. انا يعني صورت لكم التصويره تاعها راح تشوفوها اخر الفيديو. طبحت انا هذا الطابع تاع المثلث كما راكم تشوفوا، عجبني بزاف، قلت علاش ما نديرش به الجلجلانيه كما راكم تشوفوا. ومن بعد نبدا نرفد الحبيبات تاعي ونحطهم في السنيوه، نستفهم كامل في السنيوه حتى يطيبوا. شوفوا الشكل تاعها، ومامكو شوفوا ما درتها ني خشينه ني، شوفوا العرض تاعها ما هي خشينه ما هي رقيقه، يعني موين هكذا باش ما كي تكون ماشي حل لصقها، فهمتوا؟ اذا حل لصقها نديروها شويه رقيقه على دي ماشي. شوفوا الحبيبه تاعي بعد هنايا عندي بيض البيض، هنا شوفوا الغلطه اللي كامل يديروها، شوفوا كيفاش يديروا بيض البيض وما يرمدوها في الجلجلان او السمسم. هنايا ما ديروش هادي لانه راح تعفنوا الحاله والحبات راح ما يجيكمش في ملاح. شوف الطريقه الصحيحه كيفاش نرمدوها، ديروا هكا فرشيطه تقيسوش كامل يدكم هكذا، نرش هكا بياض البيض نخليها في الفرشيطه الحبات تاعنا، ونحكم نرشها هكا غير بيدنا الفوق، وخلوها تخطر لكم مليح من هذاك البيض البيض باش ما يقطر لكمش على الجلجلان. هنا ما تفسدوا الجلجلان تاعكم، ما تخسروا الحبيبات تاعكم. شوفوا كيفاش تجيكم حاجه متحوفه وشابه، يعني ما تزيدوش ترمدوها هكاك. فقط انا حبيت نوري لكم الغلطات الناس اللي ديرهم. هنايا حنحطهم يطيبوا من التحت ومن بعد نشعل لهم من الفوق، لانه عندي كويزينيير تاعنا ولا عندهم يشعل من التحت ومن الفوق ما كاش مشكل. ها ليكم بعد ما طابت، شوفوا كاين حبيبات شقوا لي ربعه وكاين حبيبات هام ليك. هادو الحبيبات اللي قلت لكم شوفوا الشكل تاعهم كي ترمدوها تجي يعني شامته، خير من انه شوفوا كي ننشروها او كيما ندردرو عليها من الفوق باش يجي البنه ما نحكيش. ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاع اليوم، اذا عجبتكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى مع مطبخ انيسه. راح نشوفوا شوفوا الحشاشه تاعها كيفاش دايره، شوفوا اكثر من رائعه. هيا باي.